أبناء الطلبة هذا العام بصادف الذكرى المئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، ورح نخصص هاي الحصة للحديث عن التعليم خلال المئة عام السابقة. في حدا فيكم بيعرف أي معلومة عن التعليم الأردن؟ كيف كان وكيف أصبح؟ أو التعليم كيف كان خلال المئة عام السابقة؟ أنا بس أنا تفضل يا فجر. أنا بتذكر إنه جدي حكالي إنه زمان ما كان في قريتهم مدارس. يا عبد الله يا عبد الله، امرتك جابت ولد ولد ولد. يا ابني يا فجر، انت ذكي لازم تروح تدرس مدارس عمان. بس يا خطيب، أقول ماما على مصاري وعمان غالي. توكل على الله، أنا أحكي معه. شفت زيتون من قريتنا بحياتك ما ذقتها. فجر احكي لي عن قريتكم. والله يا مطيع، قريتنا أحلى قرية، بس ما قصة شغلة واحدة إنه يكون في مدرسة. وأنا لما كنت في القرية وعدت أختي إنه لما أرجع أكون مدرس فيها. ليا يا سارة يا علبتي العطارة، بكرة بتصير الغارة وكل شبي وخذ لبنيا. ليا وليا يا سارة يا علبتي. يما يما، فجر أبوي جاء من عمان. كل يوم نصار بالمعاملة المدرسة. طمن يا مختار، مجلس المعارف وعدوني غير تفتح المدرسة عن قريب وأكون أستاذ بيها. عبارك الله. وبهذا يا معلمتي تكون أول مدرسة تدخل القرية، ومن وقتها بدأ انتشار المدارس في جميع القرى والمدن الأردنية. وكان هذا بجهود القيادة الهاشمية الحكيمة التي كانت حريصة على تطوير التعليم في الأردن. وتم تحويل مجلس المعارف إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وانتشرت الجامعات في الأردن حتى بلغ عددها الآن 10 جامعات حكومية و17 جامعة خاصة. معالي الوزير، هذه خطتنا الاستراتيجية لإدخال مناهج اللغة الإنجليزية والحاسوب للصفوف الدنيا. شكرا يا دكتور فجر على جهودك، وانت من العناصر المهمة عندنا بالوزارة.
ومن فضل إدخال مادة الحاسوب في التعليم قدرنا نتجاوز التحديات التي واجهت التعليم في لندن بسبب انتشار جائحة كورونا، وكانت التجربة ناجحة. أحسنت يا فجر، معلوماتك قيمة، والآن سنتحدث بالتفصيل عن التعليم في الأردن.